السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة طلبات تالتة ثانوي. معك ميسيو محمد شعبان، وأنت على قناة فرنساوي الثانوي مع ميسيو محمد شعبان. لو أنت أول مرة تشوف القناة أنصحك تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو أنت أول مرة تشوف القناة ممكن تخش على قوائم التشغيل، هتلاقي قائمة اسمها تالتة ثانوي، خش وشوف أي فيديو أنت عايزه. إن شاء الله النهاردة يا شباب ميعادنا مع حل 2 امتحان على الدرس الأول من الوحدة الثانية، والدرس ده طبعا بيتكلم عن المأكولات والمشروبات. هنحل دلوقتي 2 امتحان على الدرس ده. اول حاجة عندنا في الامتحان الاولاني، قبل ما نخش في الامتحان لازم نقول يا شباب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واول حاجة عندي في الامتحان الاولاني طبعا الوثيقة، والوثيقة الاولانية عنوانها اميليوري فوتر ميموار، يعني حسنوا ذاكرتكم. فوز اوبليي او سون فولينيت، يعني انتوا بتنسوا أين تكون نظارتكم. فوني فو رابيلي با سي فوز افي فيرمي لا بورت اكلي، انتم لا تتذكرون اذا كنتم قفلتم الباب بالمفتاح ولا لا. دي شيرش فو دون دي كونسي بور فير ترافايي فوتر ميموار، يعني ابحاث تعطيك نصائح لكي تعمل على تنشيط ذاكرتك. طيب اول حاجه ايه؟ لاليمونتاسيو، التغذيه. مونجي دي ليجيم فغي، يعني كله خضروات طازجة. بريني دي بواسون، تناولوا السمك. دو او تغواب فوا باغ سمين، مرتين او ثلاثة في الاسبوع. مي بو دي فيوند، لكن قليلا من اللحمة. ان فوا باغ سمين، مرة واحدة في الاسبوع. بوفو دي تي فير، تناولوا او اشربوا شاي اخضر. سي تري بون بور لا سونتي اي لا ميموار، انه جيد جدا للصحة والذاكرة. السبور، الرياضة. فيت ديز اكسرسيز فيزيك، يعني مارسوا انشطة بدنية. كوم لا كورس ابيي اي لو فيلو، مثل المشي وركوب الدراجات. لاكتيفيتي مينتال، والنشاط الذهني او العقلي. الفو فير ديز اكتيفيتي ديفيرونت، يجب ان تمارسوا انشطة متنوعة. بوغ اكتيفي لا ميموار، لكي تنشطوا الذاكرة. كم مثل لو سودوكو، لعبة السودوكو. جوي ا دو جو في دي سوسيتي اون فامي، لعب العاب اجتماعية عائلية زي مثلا الكوتشينا والشطرنج. ريجاردي ان فيلم، مشاهدة فيلم. لو راكونتي، لو راكونتي طبعا اللو دي تعيد على الفيلم، واحكيه ان كوبا الى صديق. ديسينيلا ليست دي كورس، ارسم قائمة المشتريات. all you do، يعني بدلا من. لكرير، بدلا من ان انت تكتبها. اول سؤال عندنا يا شباب في الوثيقة ديت بيقول ايه؟ سو دي كومون نو دون، هذه الوثيقة تعطينا دي كونسي، نصائح. الي بريفيرابل، يعني من المفضل. دي بوار بور بروتيفيه لا ميموار، لكي تفيد الذاكرة او تنمي الذاكرة. يعني هيبقى نختار ايه يا شباب؟ دو تي فير، يعني شاي اخضر. بور لا بون اليمونتاسيون، للتغذية الجيدة. اون دو بروندر، يجب ان نتناول دي ليجيم فيغي، يعني خضروات طازجة. الفومونجي، يجب ان نتناول. بور اكتيفي لا ميموار، يجب ان نتناول ايه يا شباب؟ لحمة ولا منتجات سكرية ولا فراخ ولا سمك؟ سمك. لو سودوك ايتين اكتيفيتي، انه نشاط منتال عقلي. بور اكتيفي لا ميموار، لكي تنشط الذاكرة. انا اعمل ايه يا شباب؟ اون ديسين لا ليست دي كورس، نحن نرسم قائمة المشتريات. طبعا الكلام ده طبعا طبقا للوثيقة. الوثيقة التانية يا شباب عنوانها فوغيم دي بروفيسيون، يعني منتدى وظائف. عندنا 2 بيتكلموا، ان جورناليست يعني صحفي، وميسيو بوغي يعني السيد بوغي. الجورناليست الصحفي بيقول له ايه؟ كالي فوتر بروفيسيو ميسيو، ما هي مهنتك يا سيدي؟ قال له موا، انا جو سوي سيرفير، انا اكون خادم، يعني اللي هو زي الجرسون كده. ما فامي، عائلتي. ان ريستورون ا ليو، عندها مطعم في مدينه ليو. ما سير كارلا اي موا، اختي كارلا وانا. نوفيزو لو سيرفيس دي ليو، احنا بنعمل خدمه الزبائن. قال له ايه؟ تري بيان، جيد جدا. Et vos parents travaillent avec vous؟ ووالديك بيشتغلون معكم؟ Oui، أيوة. Mon père est le directeur، أبي يكون المدير.
et ma mère est la comptable. ووالدتي تكون المحاسبة دو سيريسترو بتاعت هذا المطعم. قال له داكور اي دون لا كويزين وفي المطبخ. قال له دون لا كويزين مون فرير جوليا اي سا فام، يعني اخي جوليا وزوجته ماري فون لا كويزين بيطبخوا. مي ما سير جويل، ولكن اختي جويل سا سبيسياليتي، انها سا سبيسياليتي يعني تخصصها سي لا باتيسيري، انها الحلوى. Voilà, nous travaillons bien ensemble. ولذلك نحن نعمل جيدا معا. أول سؤال يا شباب معانا هنا في الوثيقة بيقول La famille de Boris a un restaurant. عندهم مطعم فين يا شباب؟ A ليو، في مدينة ليو. La mère de Boris est noire. أمه تكون إيه؟ comptable، المحاسبة. Marie est noire de Julia. Et la femme، زوجة جوليا. السؤال اللي بعد كده يا شباب، السؤال رقم 10، سيرف ليك اليوم، مين اللي بيعمل الخدمه بتاعت الزبائن يا شباب؟ اخته وهو. يبقى نختار مين، اسمها ايه اخته بقى؟ هنشوف هنا بوغي واخته كلارا، اخته كلارا، يبقى بوغي وكلارا اول اختيار. جويل بتعمل ايه يا شباب؟ جويل بتعمل ايه؟ بتعمل الحلوى، يبقى نختار فير لي ديسير، بتعمل الحلوى. Dans ce restaurant, Bougie travaille en famille. مع العائلة. السؤال اللي بعد كده يا شباب هو سؤال الموقف. وأول موقف عندي بيقول Vous demandez à un copain le produit sucré qu'il prend au petit déjeuner. أنت بتسأل صديق المنتج السكري الذي هو يتناوله في الفطور. Qu'est-ce qu'il dit؟ ماذا هو يقول؟ بيتناول إيه يا شباب؟ هيقول المنتج سكري. هيقول De la confiture de fraise. يعني مربى فراولة. عن كوبا فو دومون، صديق بيسألك دون كيل كاتيجوري، في أي كتالوج من أو في أي فئة من الهرم الغذائي إيه لويل يكون الزيت. هتقول إيه؟ الزيت طبعا من المواد الدهنية، هيبقى دون لا كاتيجوري ماتيير غراس، في كتالوج أو في فئة المواد الدهنية. السؤال اللي بعد كده يا شباب سؤال رقم 15، فو فولي اشتي ان جلاس على فانيليا، انت تريد ان تشتري ايس كريم بالفانيليا. كيسكو لو فوندير فو دي، ماذا البائع يقول لك؟ هيقول لك ايه؟ هيقول لك ايه يا باشا؟ هيقول لك فو فولي كومبيان دو بول، انت تريد كم بوله، اللي هي بوله الايس كريم، لكن هنا ساقود كومبيان، هذا يتكلف كم؟ فو فولي ان جلاس، انت عايز جيلاتي بوركوا توفا لا باتيسيري؟ لا طبعا مفيش اي واحده تنفع في دول، يعني لماذا انت تذهب الى محل الحلواني؟ لا، يبقى هي انت تريد كم بوله. او ريستورون، في المطعم، لو غارسون فو ديموند كيل بويزون كيل بويزون فو فولي، انت في المطعم والجرسون بيسالك اي مشروب انت تريد، ماذا انت تقول؟ عايز تقول انا عايز مشروب معين، يبقى جوفي بروندر اند ديابولومنت، انا سوف اتناول مشروب النعناع. طيب رقم 17، فوترامي فو ديمون، صديقك يسألك سوكو فو مونجي كوم بغدوي سيغريليير، يعني صديقك بيسألك ماذا أنت تأكل كمنتج حبوب. كمنتج حبوب يبقى أنا لازم أدور على المنتج الحبوب اللي في الاختيارات، ألاقي إيه؟ دولنتي إي دو غي، يعني عدس ورز. رقم 18، فوترامي فو ديمون، صديقك بيسألك سوكيل دوا فير، ماذا هو يجب أن يفعل بور اترو اون بون سانتي لكي يكون في الصحة جيدة، ماذا أنت تقول له؟ طبعا هتنصحه عشان يكون في صحة جيدة، هتقول له إيه؟ هتقول له تناول كثيرا من المنتجات السكرية؟ لأ. كل بطاطس محمرة ومكرونة؟ لأ. اشرب كثيرا من الصودا؟ لأ. يبقى هي أكيد الأخيرة، تناول خضروات وفواكه طازجة. رقم 19، فود مونديا فوتراميل لو نومبر دي سيري با كوتيديان، انت بتسال صديقك عدد وجباته اليوميه، ماذا هو يقول؟ هيقول ايه؟ سي سو دي بات الا بولانزي، يعني هذه تكون مكرونه بالصلصه، انا اتناول الفطار الغداء مع عائلتي، انا اتناول كتر اربع وجبات في اليوم، يبقى هي دي الاجابه الصحيحه، امي تطبخ وجبه ليا طبعا ما تنفعش. رقم 20، الا بولانجيري، في المخبز، انت تسال عن سعر الباجيت، الباجيت العيش الفرنسي الطويل، كيسكو فوديت، ماذا انت تقول؟ هتقول ايه؟ سي كومبيان تغوا باجيت، سي كومبيان، ثلاثه باجيت يتكلفوا
كام، لكن كومبيان دي باجت برونتي، كم عدد الباجت اللي انت تتناول، وهنا انت عندك باجت وهنا اين الباجت يا ماما. طبعا كل ده ما ينفعش لان انت بتسأل عن السعر لبغي. بعد كده شباب سؤال القواعد، واول سؤال في القواعد بيقول ايه؟ ماسير نوات بكو دو، تشرب كثير من المياه. ماسير ده بيساوي ال، اسم مفرد بيساوي ال، هيبقى فيرب بوار معاه هيبقى اخره تي. جو ني مونجي با نوات سوسيسون، جمله منفيه مع مونجي هياخد دي او. اكل بارفان فولي فو، في اي طعم انت تريد جلاس، الجلطايه بتاعتك. طبعا هنا فولي فو يبقى انا بكلم بصيغه الاحترام، يبقى فوتر جلاس. لوميل العسل، اتاندي بغدوي يكون واحد من المنتجات السكريه، يبقى انا هاخد صفه هنا جمع مذكر على كلمه بغدوي، كلمه بغدوي هنا كلمه جمع مذكر هاخد صفه ليها. رقم 25 في تولي كورس، انت تعمل التسوق، تمام، هيبقى اين، اين او تفيلي كورس. برينيف فو نوات الاناناس، انت تتناول الاناناس. طبعا بروندر مع الاناناس هياخد اداه تجزئه بيبدا بحرف متحرك يبقى دو الابوستروف. السؤال رقم 27 يا شباب بيقول اليكس فو بروندر ان جلاس على فريز، طبعا فريز يعني الفراوله وهي مفرد مؤنث تاخد الا. لوسي ديموند ا جولي دو نوات ايدي، لوسي تطلب من جولي ان هي تساعدها. نركز في السؤال ده يا شباب ليه؟ عشان هنا هتلاقي كلمة جو، انا عايز اعوض الاول، ناخدها واحدة واحدة كده، انا عايز اعوض عن كلمة ايه؟ عن كلمة جولي، تمام، عايز اعوض عن كلمة جولي، عايز اقول تساعدها. هل هنا كلمة جولي في الجملة دي هتبقى مفعول مباشر ولا غير مباشر؟ طبعا هنا هتبقى مفعول مباشر. ازاي يا ميسي؟ وده هي هنا مسبوقه بحرف الجر، اه تمام. انا ماليش دعوه يا باشا بالجمله دي، انا ليا دعوه بالفعل والكلمه اللي انا هعوض عنه. يعني ايه؟ يعني اشوف الفعل ده اهو لما هيجي مع الكلمه ده اهي، يعني انا اساعد جولي، هتلاقي دي جايه مع جولي من غير حرف جر، انا جي ايد جولي، انا اساعد جولي، ما خليتش حرف جر معاها، تمام. ايدي يعني يساعد فلان على طول، ما خدش حرف جر، يبقى ده مفعول مباشر. طب عايز اعوض عنه بمفعول مباشر هيبقى ايه؟ طبعا دي مفرد مؤنث تبقى لا، تيجي تحط لا هتلاقي دي بتبدا بحرف متحرك، يبقى تاخد ال ابوستروف. جو فودري نوات فلون كاراميليزي، هتاخد ايه؟ ان فلون كاراميليزي. مين نوات بيغ دون لو جاتو، بيغ اللي هو الزبده وهي كلمه مفرد مذكر تاخد دو. توندري با برينسيبال سي، وجبتك الأساسية تكون ماذا؟ طبعا النقط في الآخر ماذا؟ يبقى كوا. تو بو مي نقط، يعني أبري باري أن بوتي ديني، أنت تستطيع مي أبوستروف في إعداد فطار صغير، مي إيدي تساعدني، مي دي تو بو مي دي. رقم 33 إيمي فو نقط الأناناس، طبعا أنا فيرب إيمي مع الأناناس بياخد أداة تعريف هيبقى الأبوستروف. بعد كده يا شباب الامتحان الخاص بطلاب المعاهد الأزهرية، والوثيقة الأولانية في الامتحان بتقول سيغتان ديتي تيسيان، يعني بعض أخصائيين التغذية ديز يقولون كون بو مونجي تو سو كون فو ا كونديسيون دافوار فا، يعني يقولون ان احنا نستطيع ان ناكل كل ما نريد في حالة ان احنا نكون جعانين. إلي تامبورتون، من المهم أوسي أيضا دي مونجي، ان احنا ناكل اديزير ريجيليير في اوقات منتظمه. الفو كونسومي، ويجب ان نستهلك بوكو دي فيغوي اي دي ليجيم اي دي زاليمون ريش اون فيبر، يعني يجب ان احنا نستهلك كميه كثيرا من الفواكه والخضروات والاطعمه الغنيه بالالياف. مي فيت اتانسيون، لكن انتبه اوسيك الى السكريات. ني مونجي با ترون دي فيوند، ولا تاكلوا كثيرا من اللحوم. مونجي بلو دي بواسون، كلوا كثيرا من السمك. ليديال اي، الحاجه المثاليه تكون دو مونجي تروفا فوا بار سيمين، ان انت تاكل من السمك ثلاث مرات في الاسبوع. كارلو بواسون، لان السمك اي ريش اون بروتين اي كونتيون
بودي جراس، لأن السمك غني بالبروتينات ويحتوي على قليل من الدهون. لو المياه اي لا سيل بويسون، تكون المشروب الوحيد انديسبونسابل الذي لا غنى عنه. الفون يجب اون بوار، نشرب منه اوموا على الاقل ان لتر اي ديمي بار جو، لتر ونص في اليوم. اون دوا سافوار كو شاكان دي نو بوسيد، يجب ان نعلم ان كل واحد مننا يمتلك ان كور ديفيرون، جسم مختلف. اي كو سو سونتير بيان، والذي يشعر بالراحه. اي اون بون سونتي، وبصحه جيده. ني سينيفي با اتر منس، لا يدل على انه رفيع. تعال نشوف الاسئله بتاع الوثيقه بتقول ايه. اول سؤال بيقول ايه، اون بون مونجي سو كون فو كوند، يجب نحن نستطيع ان ناكل عندما نريد، عندما نحن اون بون مونجي سو كون فو كوند، نحن نستطيع ان ناكل عندما نحن نريد في كوند برضو يعني عندما انا فاهم، يعني عندما نكون جعانين. سون ديز ليمون ريش اون فيبر، عناصر تكون غنية بالألياف، طبعا هي الخضروات. لو بواسو ريش، السمك يكون غني بالإيه، بالبروتين. سي امبورطون دي مونجي، يجب ان نحن من المهم ان نحن ناكل في ساعات منتظمه. اون دو فير اتانسيو او سكر، يجب ان ننتبه الى السكريات. طبعا هنا المياه هي المشروب الوحيد الذي لا غنى عنه للجسم. الوثيقه الثانيه يا شباب، الوثيقه الثانيه عباره عن حوار بين الجارسون والكليونت اللي هي الزبونه. الجارسون بيقول بونجور مدام، صباح الخير يا مدام. قالت له بونجور مسيو، جي فودري دي بات، انا اريد مكرونه بالصلصه على بولونيز، اين سالاد فيرت، وسلطه خضراء. قال لها افيك دي فريت، ببطاطس محمره مدام. او نو، لا جنون فو با، انا لا اريد منها. الاون ده ضمير عائد على كلمه فريت، هناخده بعد كده. الور، حسنا، فولي دي لا فيوند دو بولي او دي سوسيسون، انت تريدين لحمه او فراخ او سجق. قالت له دو بولي، عايزه فراخ. اي بور لو ديسير، وبالنسبه للحلوى ان جلاس او شوكولا اي الا فانيلي، يعني عايزه جلطايه بالشوكولاته والفانيليا. فولي بوار كيلكي شوز، تريدي ان تشربي شيئا ما. جست ان بوتيت بوتيدو، ازازه ميه بس، ازازه ميه صغيره بس. رقم سبعه شباب، السؤال السابع بيقول لي لا كليونت فو مونجي دفغيت، الزبون عايزه تاكل بطاطس محمره طبعا فرق فوق. دون سيري سترول نيابا دي فيوند، لا يوجد لحمه طبعا فوق في لحمه. لا كليونت شوزين جلاس بورلو ديسير، طبعا فري خارج جلطايه بالنسبه للحلوى للتحليه، هتحلي بجلطايه. لا كليونت دي موندين جلاس على فريز، بالفراوله طبعا غلط، طلبها بالشوكولاته. لا كليونت دي موندي ان فير دو اون جارسو، طلبت كوبايه ميه من الجارسو طبعا غلط، هي طلبت ازازه ميه. لا كليونت ام مونجي دي بات، بتحب تاكل المكرونه فري. بعد كده يا شباب سؤال المواقف، اول موقف بيقول ايه، تو دو موندا ان كوباس وكلمي دون سون ساندويتش، انت بتطلب من صديقك ماذا هو يضع في الساندويتش بتاعه. ال دي هو يقول، هيقول دي فوماج بلون، جبنه بيضة، اي دي كونكومبر وخيار. رقم 14، تون كوبا فرنسي، صديقك الفرنسي تو دو موند يسالك سو كو تو في ابري لو ديجيني، ماذا انت تفعل بعد الغداء. دو دي، بعد الغداء هتعمل ايه، انت اللي هتقول، هتقول جوبري جوفي اولي، انا بذهب الى السرير، ولا بجهز المنضدة، ولا بعد الغداء. طبعا بعد الغداء هتعمل ايه، جوفي اولي، هي انسب طريقة او انسب جملة في اللي موجودين التلاتة، بذهب الى السرير. طيب رقم 15، تنكوبا فرنسي، صديقك الفرنسي تو دوموند بيسألك لو ديسير لو بلي بوبيلير اون ايجيبت، الحلوى الاكثر شهرة في مصر، انت هتقول ام علي. او دي موند ان فرنسي، انت بتسال صديق فرنسي كونت تي مونج دي تارتين، متى هو ياكل شرائح الخبز بالزبده. ال دي هو يقول طبعا بياكلوها في الفطار او بوتي دي جيني. السؤال رقم 17 يا شباب، تو دو موند ان كوبا، انت بتسال صديق سوكي الاشيت، ماذا هو يشتري على بلونجيري من المخبز. ال دي هو يقول بيبيعوا هناك، بيبيعوا خبز جاشيت دوبا.
توناميتو تومون، صديقك بيسألك سوكو ماذا تفيء سوبر مانشي، ماذا أنت تفعل في السوبر ماركت الدي؟ هو يقول توناميتو تومون، صديقك يسألك، وفي الآخر الدي المفروض تبقى سؤال. طبعا هنا المفروض بقى يختار ايه، المفروض يقول لك تو دي، لأن أنت هتجاوب على اللي هو بيسأله لك. صديقك يسألك ماذا أنت تفعل في السوبر ماركت، المفروض يقول تو دي. أنت تقول، هتقول ايه؟ جيت ما مير ابورتي لكورس، يعني اساعد امي في حمل الاشياء اللي احنا بنتسوق بيها، يعني اللي احنا اشتريناها. يعني توناميتو دوموند، صديقك بيسالك سو كوتوبون او بتي دي جيني، ماذا انت تتناول في الفطار ال دي؟ بيسالك ال دي، هو هيقول كيس كوتومونج لو ماتا، ماذا انت تاكل صباحا. تو دوموند اتونامي، انت بتسال صديقك سون بلا بريفيري، طبقه المفضل ايه دي؟ هو يقول سي لو بواسون، انه السمك. رقم 21 يا شباب، تو مونجي، انت عايز تاكل. تو دي ا تامير، انت تقول لوالدتك مامون جي فام، انا جعان. تو دوموند اتون كوبالو لي جيم سيك، انت بتسال صديق الخضار الجاف كيل ايم، الذي هو يحبه. ال دي، هو هيقول ايه؟ جيمب كول اذا كون سيك، انا احب جدا الفاصوليا الجافه. تو دوموند اتون امي او، انت بتسال صديقك اين. سي بارون فون، والديه يذهبون بور فير الكورس، لكي يتسوقوا يروحوا السوق او مارشي. بعد كده يا شباب سؤال القواعد، وعندي سؤال رقم 24 بيقول ايه؟ نواد فو دالي او سينما، طبعا هنا مديني ثلاث ضمائر وعايز نختار الضمير المناسب اللي متصرف مع الفعل ده. الفعل ده اللي هو فيرب فولوار، فو فولوار، طبعا فعل مجموعه ثالثه، فولوار مجموعه ثالثه، طبعا ده تصريفه مع الايل، تصريفه مع الايل بيبقى ال فو، طبعا الايل فو بيساوي الاون على طول، يبقى اون فو. ماسير اختي بتساوي الايل برضو المؤنث المفرد، اسم مفرد بيساوي الايل على طول، يبقى بوا. صورة رقم 26 يا شباب، نوت فغيز ايتان فروي ديليسيو، الفراولة تكون فاتكها لذيذة. طبعا عايز اخد اداة مع كلمة الفراولة تبقى لا. جون مونجي با نوت سوسيسو، هنا جملة منفية مع مونجي هتبقى دي او. فو بوفي لوبير ايتان ماتيير، الزبدة تكون مادة دهنية. كلمة ماتيير مفرد مؤنث، فناخد جراس مفرد مؤنث، انا مش هاخد على كلمة لوبير، لان الصفة اللي جاية هنا جاية لكلمة مادة، مادة دهنية، مادة دهنية، يبقى دهنية دي صفة لكلمة ماتير اللي هي مادة. اكومباني نقط بورفير لكورس، استحب نقط بورفير لكورس، عايز اقول ايه؟ هنا فعل امر، عايز اقول استحبني لكي نتسوق، بورفير لكورس، يبقى اكومباني موا. مامير فا نقط لكورس، فا فير، فير هنا فعل متصرف بيجي بعده الفعل في المصدر، يعني امي سوف تتسوق. تو فو غوتي نوات جلاس، انت تريد ان تذوق الايس كريم بتاعي، يبقى ما جلاس، عشان كلمه جلاس مفرد مؤنث. السؤال رقم 33، فو فولي بوار، انت تريد ان تشرب، هتبقى ماذا؟ كيسكو وي، بعدين فاصله، نوات دي دي بيت دي شوكولا، يعني شرائح الشوكولاتة، هنقول ايه؟ ايوه افيك، افيك بشرائح الشوكولاتة، افيك دي بيبيت دي شوكولاتة، مع او بشرائح الشوكولاتة. وبكده الحمد لله يا شباب نكون خلصنا حد الاثنين الامتحان، اتمنى انكم تكونوا استفدتم، ولو استفدت لا تبخل ان تضع لايك للفيديو وتشير لكل اصحابك عشان الكل يستفيد، ولا تنسونا من صرح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.